يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة. هذا القول لوينستون تشرشل رئيس حكومة بريطانيا في زمن صعب، بل هو أصعب زمن مرت به بريطانيا، ونقصد بذلك الحرب العالمية الثانية من 1939 إلى 1945. كان تشرشل سياسيا ولكنه أخذ قرارات عسكرية هامة. لا نعرف إن كان الرجل حكيما في كل ما فعل وقال، ولكن ما يقوله هنا قول حكيم وبليغ، وهو يقارن هنا بين المتشائم والمتفائل وكيف يرى كل واحد منهما الأمور. عين هذا تختلف عن عين ذاك، وهذا طبيعي ومفهوم، فالقلب هو العين الأولى، ولا ترى العين إلا بما يرى القلب. أنت ترى من تحبه جميلا، وقد يكون قبيحا جدا بعين من يكرهه. المتشائم لأنه متشائم لا يرى حوله إلا سيئا وسوءا، تشاؤمه يمنعه أن يرى الأمور بشكل آخر مختلف، ولأنه متشائم فهو لا يتحرك، يقول في نفسه ماذا عساي أن أفعل، لن أغير شيئا، الأمور هكذا وهي هكذا باقية. يبدو له كل أمر صعب، يرى الحجر جبلا ويرى الحبة قبة، ويحس النسيم إعصارا، أما العصفور فلعله يراه نسرا كاسرا، أما القط فبكل تأكيد يراه أسد. تشاؤمه يفعل فيه كل هذا الفعل، يبرمج التشاؤم كل ما فيه، عينه وأذنه وقلبه وعقله ويده وقدمه أيضا، يصير ملبوسا أكرمكم الله بهذا التشاؤم، وتطغى عليه السوداوية وهي مدمرة ومذهبة لكل بأس وقوة ولكل عزيمة ولكل إرادة. على النقيض منه ومن كل هذا يكون المتفائل، تفاؤله ينبت له أجنحة فيصبح من الطائرين، يبلغ إلى حيث يريد ويقرر أن يكون، لا حواجز تمنعه ولا معيقات تعيقه. وهذا هو حال الأنجليز خلال الحرب العالمية الثانية، لم يقل أحد منهم أن بريطانيا ستسقط رغم آلاف الطائرات الألمانية القاصفة لمدن بريطانيا ورغم ملايين الأطنان من القنابل، لا، بقيت الدولة واقفة وبقي الأنجليز واقفين، وبوقوفهم انتصروا. وإذا تأملنا جيدا فإن الحروب هذا هو سرها، الحروب تشن لمنع الخصوم أن يبقوا واقفين، وطبيعي إذا كان عند الخصم قابلية للركوع طبيعي أن يأتي من يجهز عليه ويأتي من يهينه وينهيه. لهذا نقول دائما ونذكر أن الحرب إنما هي صراع إرادات، ومن ذهبت إرادته انهزم وإن كان الأقوى عددا وعتادا. صاحب الإرادة المتفائل يبقى قويا حتى ساعة الضعف، هو بتفاؤله يفتح ألف باب وباب، وإن سعى الآخرون في إيصاد أو غلق كل الأبواب بوجهه. هذا يقودنا إلى الحديث عن البرمجة الذهنية وقيمة البرمجة الذهنية وفعلها في حياة الأفراد وفي تاريخ الأمم والشعوب. والبرمجة الذهنية تكون منذ السنوات الأولى، منذ البداية تكون بالتربية وبالتوجيه، تبدأ بالأسرة وبرياض الأطفال وبالشارع وبالحي. ولنفهم لماذا يختلف تصرف التونسيين عن تصرف اليابانيين مثلا، علينا أن نقارن بين برمجة أذهان أطفال اليابان وبين برمجة أذهان أطفال تونس، إذ من هذا الفرق الأول تنشأ كل الفروق التي نشاهدها عملا وفاعلية وتنمية وقوة وإبداعا وابتكارا. من برمج لينتصر ويتفوق سيتفوق، ومن برمج لينهزم ويتقهقر فإنه سينهزم ويتقهقر. هكذا الأمور من دون نفاق ولا مواربة، الأمور قانون يحكم كل إنس على هذه الأرض. ولو كانت الأمور تحسب بضيق العيون وسعة العيون لتقدم التونسيون ولتخلف اليابانيون، فعيونهم ضيقة، ولكن اليابانيين
اعتزازا بأنفسهم اعتزوا بالعيون الضيقة، وبقدر ما تكون عيون المرأة اليابانية ضيقة تكون هذه المرأة جميلة وتكون الأجمل. أما نحن العرب فلم نفعل كثيرا بسعة العيون التي نتغنى بها، ولا بما تعرض أفلامنا التافهة من خصر النحيل أو عريض. الضيق ضيق قلوب، والسعة سعة قلوب، ولا علاقة بالعيون. ولن تبني مجدا بعين واسعة إذا لم يكن قلبك واسعا. القلب الواسع في سياقنا الحاضر هو قلب متفائل، لا يفتر ولا يقدر عليه متربصون، ولا تجهز عليه مفرقعات صبية. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. دقلة وحليب مع الدكتور لهفيلي منصر.